تلجأ كثير من السيدات اللواتي يحاولن الحمل إلى الاستعانة بحميات لطبعا زيادة الحمل أو الخصوبة. كما نسمع عن أمور على المرأة تجنبها لعدم تأخير الحمل، فإلى أي مدى هذه الأمور صحيحة وهل لها أساس في عالم الطب؟ للمزيد ينضم إلينا من بيروت الدكتور أنطوان كرم، اختصاصي توليد وجراحة نسائية أو جراحة نساء وعقم. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير. وموضوعنا اليوم عن زيادة فرص الحمل للمتزوجين اللي حابين إن شاء الله أنهم يرزقوا بأطفال. دكتور، كيف نزيد فرص الحمل؟ ما هي الإجراءات في البداية الطبيعية التي يجب عملها للكشف عن فرص الحمل؟ أولاً يجب تحديد إذا كان في مشكلة أو ما في مشكلة عند المرأة، وهذا يبدأ بزيارة عند الطبيب، لأنه زيارة عند الطبيب أساسية. ممكن يكون الفحص السريري يكشف أوقات أنه في مشاكل معينة بيقدر الطبيب أنه يعالجها ليحسن أمال الإنجاب أو أنه المرأة أنه تحمل. الفكرة الأساسية هون أنه هو فحص السريري مهم وفحص الدم مهم، لأنه كمان أوقات الهرمونات عند المرأة ممكن أنها تكون مخربطة أو فيها أي تغيرات لو كانت بسيطة، ولكنها بتعرقل الحمل، بتعرقل نسبة النجاح تبع الحمل، أو ممكن كمان إذا صار في حمل أنه يصير في ترويح. جميل. فإذا هدول الأمور أساسيات. طيب. أوكي. كمان المهم هون كمان فحص الرجل، لأنه كمان ممكن يكون في مشكلة بالبذل. كيف فحص الرجل؟ فإيش بالضبط؟ يعني فحص الرجل أو فحص السريري أولا، أو فحص البذري من خلال تحاليل للبذري لنقدر نعرف إذا البذري جيدة أو العدد منيح والشكل منيح. السؤال يمكن كيف يتم زيادة فرص الحمل عن طريق الحميات أو اتباع الحميات؟ عن طريق الحميات، عن طريق الحميات ما في كتير اشياء بتأثر، بما معنى انه في بعض الناس بيروجوا لانه اذا اكلت المرأة نوع معين من الحمية او دايت معين او مأكولات معينة بتزيد فرص النجاح للحمل، هذا شيء غير صحيح. يلي هون بقدر نوه له انه في بعض الامور مش لازم الشخص ياخدها، مثل الكحول او مثل الدخان او هيك امور، بس بالنسبة للأكل كأكل ما بيأثر شيء. طيب دكتور، في بعض المعتقدات انه في بعض الامور تزيد من نسبة فرص الحمل، مثل رياضات معينة، امور معينة المفروض الواحد يتبعها في نظامه اليومي. ايضا في حاجات شائع انها تؤثر سلبيا، ممكن توضح لنا ايش الاشياء السلبية والايجابية؟ صح، رح اعطيك مثل عن الرياضه. الرياضه هي شغله مفيده جدا لانه يزيد الواحد نسبه نجاح فرص الحمل، ولكن بدها تكون مش رياضه كثير قويه. يعني اذا عملنا رياضه بشكل كثير قوي هذا شيء بضر، فاذا شوي من الرياضه هذا شيء منيح. مراقبه الوزن اوكي شيء منيح، مش لازم المراه تكون عم تنصح كثير، كمان مش لازم تكون عم تضعف كثير، يعني بدها تكون يعني برينج معين، لانه كمان الضعف كثير ما بيخلي الهرمونات تشتغل مثل ما لازم، وزياده الوزن الزايد كمان بضر. فاذا هيدي الامور طبعا، يعني كل مرة عندها نوع معين من النصيحة فينا نعطيها إياها، وما فينا نعطي نصيحة واحدة للكل، بس إذا بدنا نعطي هيك جنرال ايديا، يعني فكرة يعني للكل يتبعوها، إنه شوية رياضة منيحة، شوية انتباه بالأكل منيح، مراقبة الوزن هي شغلة منيحة، وطبعا تجنب. يعني الوزن ممكن إذا في زيادة يأثر على الحمل؟ الوزن طبعا ممكن انه ما تحمل المرأة اذا كان طيب. وزن كثير عالي. دكتور، طب خلينا نسألك عن موضوع التدخين، ما مدى تأثير موضوع التدخين على المرأة وعلى الرجل، وايضا موضوع القهوة ما مدى تأثيره على خصوبة الرجل؟ اوكي،
التدخين سلبي جدا للطرفين، للرجل وللمرأة. حتى التدخين إذا واحد عم يدخن حد المرأة بدون ما هي تكون عم تدخن، يعني بسموها second hand smoke، ما بيسوى أبدا، لأنه التدخين بخلي الشرايين عند المرأة تصير أصغر، وهذا الشيء بيأثر على الدورة الدموية عندها وعلى يعني البويضات اللي عندها يهون، كمان بيأثر هالشيء على البزي. الكافيين، بما أنك سألت، في كتير ناس بيسألوا إذا هالشيء مضر أم لا. طبعا كترته، يعني اذا المراه بتشرب 10 15 فنجان قهوه بالنهار طبعا هذا بضر، ولكن اذا بتشرب فنجان او فنجانين ما بضر. المراه أبنى. او الرجل، عند الرجل يا دكتور، ياثر الكافيين او القهوه؟ عم بحكي عند المراه. والرجل؟ بحكي عند المراه. عند الرجل الكافيين بيساعد، اوقات بيساعد مشان البذره تمشي بطريقه افضل. جميل. طيب يعني الآن بالنسبة للمكملات الغذائية، بالنسبة للفوليك أسيد، المكملات الغذائية أهم. نعم أهم شيء هي الفيتامينز، وواحد منهم الأهم هو فوليك أسيد. بدي هون نوه لشغلي انه اغلب الناس بيجوا لعنا عم ياخذوا فوليك اسيد بدوز كتير كتير عالي، بس لانه سمعوا انه الفوليك اسيد كتير منيح، فبيروحوا على الصيدليه وبياخذوا اعلى دوز ممكن من فوليك اسيد. هذا شيء يمكن ما بيضر، ولكن كمان ما بيفيد. في دوز معين لازم انه المراه تاخده، الى جانبه بتاخذ يعني مكملات غير، مثل مالتي فيتامينز، شويه كالسيوم، شويه حديد، هذا كله بيساعد مشان تطلع البويضه جيده وبصحه جيده لحتى تقدر تتلقح مزبوط. فاذا مش كثره الشغله هي يلي بتساعد، شويه فوليك اسيد، يعني هو الدوز هو 0.4 ملي جرام. طيب. او 400 مايكرو. دكتور، اذا كان كل شيء فوق هيدا الدوز مش ضروري يكون بيساعد. تفضل. اذا كان الشخص نباتي مثلا، الناس النباتيين، هل هذا يقلل او يزيد من فرص الحمل، يؤثر يعني اذا كان شخص نباتي او يتبع مثلا خط معين؟ بالمبدا مش لازم انه ياثر كثير على اذا نسبه نجاح لانه المراه تحبل، ولكن ممكن ياثر بعدين على يعني الاشهر تبع الحمل، لانه نمو الجنين والولاده بعدين هيدي اللي بتتاثر عند الناس اللي بيكون عندهم نظام نباتي فقط. انا ما عم بقول انه كل الناس اللي عندهم نظام نباتي رح يكون عندهم مشاكل، ولكن نسبه كبيره منهم بيكون عندهم مشاكل. هلا نحن ما بنجبر الناس انهم يتحولوا من نظام نباتي الى نظام في بقلبه شويه بروتين مثل اللحمه وغيرها، اوكي، ولكن بنعمل لهم زياده على المكملات تبعولهم امور معينه حسب كل شخص. جميل. شو ناقصه لحتى نقدر نعوض عن هذا. جميل دكتور انطوان كرم، اختصاصي توليد وجراحه نسائيه وعقم، شكرا لتواجدك معنا.